حرية حرية لعشاء الرسولين، حرية حرية لعشاء الرسولين، حرية حرية لعشاء الرسولين. أهم الأدوار أن هذا الملف عرف مقاربة حقوقية وفيه نقاش تشريعي خلقه، ونجح في خلق النقاش التشريعي لصالح الحريات الفردية، ولكن الموضوع الآن والإطار ديالو ديال النقاش هو الإطار هل تم الإجهاض أم لم يتم الإجهاض. الإجهاض كعملية كعمل كجريمة لم يتم، هناك متهمين معتقلين ولا زال البحث جاري عن الأدلة، وكان جاريا حتى ليلة حتى يوم الخميس أو الأربعاء الماضي، هي بحالة اعتقال والبحث جاري لحين الأربعاء، في حين أن نهار 31/8 توصلنا بالأدلة الكافية أن الإجهاض لم يكن، كانت كاينه أدلة ثابته في الملف. اضيفت واحد الشهاده للتغطيه على الدليل البراءه، اضيفت واحد الشهاده، هذيك الشهاده كتبها واحد الدكتور اللي ما كانش حاضر، واكيد انا ما كانش حاضر ذاك الدكتور، وكتب ذاك الشهاده هذيك، وكان على الاقل انه خصو يكتب بناء على تصريحات فريق الحراسه ايكيب دو كارت، على الاقل يكتب بناء عليهم ويبدا يكتب، وكتب هو كيشهد بان هاجر ديك الارض وفي كان. أو نتمنى الله يكون كيسمعني عبر هذه المنابر كل، لا يسمعني مزيان ويخاف على راسه مزيان، يبقى يستفاد الناس الحباسات والدكاتره ب 10 سنين الحبس. السلام عليكم. بالنسبه للصرح المؤقت، الصرح المؤقت. الصرح المؤقت غادي يجاوب عليه القاضي الان، كلمه للقاضي. شرينا احنا رفعنا وطلبنا الصلاه، عطينا جميع الاوجه اللي يمكن تستفيد منها هاجر الريسوني، سواء مقاربه الحقوقيه الملف، سواء تبني مؤسسه دستوريه اللي هي المجلس الوطني لحقوق الانسان، سواء من ناحيه ديال خطوره الافعال، ما كاينش خطوره الافعال اللي النيابه العامه اعتبرت كاين خطوره الافعال هي كتباتها، وهذه جنحه ضبطيه بالنسبه لهاجر الريسوني تتعدى سنتين، اذا هذه مسائل خطوره الافعال ما كايناش، خطوره الفاعلين ما كايناش، ضمانات بالحضور كاينه، عطينا ضمانات ماليه، عطينا ضمانات شخصيه. لا يوجد ملف فيه فرصه للحكم بالصراحه من غير هذا الملف، لا يوجد شي ملف اخر اعتقد اكبر واوسع من الصراحه في هذا الملف هذا بالنسبه لهاجر. والله الا الحاله المعنويه ديالها احسن من ديالي قسما بالله، والله العظيم زرتها في السجن فعلا، راس موجوع قلب موجوع لان مع العائله ديالها وداك الشيء، ولكن المعنويه ديالها جد مرتفعه، جد جد مرتفعه. تلاقينا في الوقت المناسب ديالو، في ديك الدقائق ديالو المناسبة توصلنا به واستفدنا منه في هذه المرافعة الصراحة المؤقت. نتمنى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكون عنده شي قيمة في المحاكم المغربية. نتمنى المحاكم تحدو حدوه وتعطي حتى هي مقاربة حقوقية. وش نقول لك؟ هو 800 حالة في النهار كدار. هذه حالة كافية إذا كانت كدار يومياً وكانت هذه الجريمة جرائم خطيرة. خص الشرطه والنيابه العامه يقدموا استقالتهم اذا كانت هذه الافعال خطيره و800 مره كتوقع في النهار، والشرطه القضائيه كاينه والنيابه العامه كاينه، خص يستقلوا يمشيوا بحالهم. جرائم خطيره جدا، ملوليات خطيره هكا، وانتم شبرتوا يلا عاد حاله واحده في ظرف 10 سنوات، خصكم تنزلوا السوارت، كاينه ولا ما كايناش؟ شكرا. اللي وقع اليوم في الجلسه انها كانت ثاني جلسه امام القضاء، التمسنا فيها للمرة الثالثة طلب الصراح، علما أننا التمسناه أمام النيابة العامة في آخر مرحلة التقديم أمام السيد وكيل الملك، التمسناه أثناء أول جلسة اللي وقعت يوم الاثنين 2 سبتمبر، والتمسناه اليوم للمرة الثالثة، ونحن ننتظر قرار المحكمة.